لا يا متر، انا مش عايز زوزة تدخل السجن ثانيه واحده. شوفوا اي حد ياخد رشوه ويخرجها. يبقى لازم الاربع اشخاص اللي اتهموها بالسرقه يغيروا اقوالهم. ايوه، وانا عايز بقى اهمتكم معايا في الموضوع ده واعرضوا عليهم مبالغ كبيره. ما انا برضو ما سكتش، رحت لهم كلمتهم وقابلتهم رفضوا. انا مش فاهم هم ليه مصرين. وانا لمحت لهم انك مستعد تدفع اي مبلغ هم عايزينه، لكن رفضوا وقالوا لازم القانون ياخد مجراه. براو يا متر، انتوا شايفين انه لسه متحمس؟ يعني اتاكد ان مفيش فايده. طب كويس قوي. لا 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 لا، انتوا تفهموه انكم مستعدين تدافعوا عنها، انما برضه هتاخد حكم. لا طبعا، الرجاله دول مش هيظهروا غير يوم الجلسه وبس، بعد كده هيختفوا تماما، مش هيبقى لهم اثر. حسين بيه مستنيك في مكتبه. واقف ليه؟ اتفضل تقعد. واضح انك انت زعلان، على العموم الحل في ايدك. جالك كلامي وعرفت ان انا مظبوط؟ طبعا البنت دي انت ما بتحبهاش. بنت زي دي ما تستاهلش حبك ولا تستاهل انك تضحي علشانها. بابا انت عمرك ما حبيت. انا مفيش حد في الدنيا حب قدي، والدليل على كده اني ما اتجوزتش بعد موت والدتك الله يرحمها. مفيش اب في الدنيا حب اولاده قد انا ما حبيتكم. انا بشتغل ليل نهار علشان اعمل لكم اللي ما اتعملش. بس احنا الحمد لله مش محتاجين، عندنا اللي يعيشنا 100 سنه واكتر. محدش ضامن الظروف يا باشمهندس. اديك شايف البلد على كف عفريت. انا لازم اعمل فلوس، وفلوس كتيره قوي، عشان اسند بيها ظهري واسندكم. بس الدنيا مش فلوس وبس. اهو ده الكلام بقى اللي مش جايب ثمنه واللي ما احبش اسمعه لا منك ولا من اختك. انتوا مش هتعرفوا الدنيا قد انا ما انا عارفها. معلش هرجع اقول انا السبب. انا اللي ربيتكم تربيه تخليكم ما تقدروش معنى الفلوس ايه. اي حد عايز حاجه كنت بحققها له، اي حد يطلب حاجه كنت بنفذها له. لكن اللي اتكسر ممكن يتصلح. من هنا ورايح مش هسمح لأي مخلوق إنه يغلط. حضرتك عايز تقول حاجة تاني؟ مش عاجبك الكلام اللي سمعته؟ عن إذنك. اتفضل. تمام يا فندم. طب انصراف أنت عسكري. أوامرك يا باشا. اقعد يا نوسة. أنا هسيبكم تتكلموا مع بعض شوية، بس مش كتير، لأن ورايا شغل. شغل يا فندم. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وانت اللي عملت لي ايه؟ انا كده بضيع يا عمر. ما تكفيش يا نوسه، انا بعمل اللي اقدر عليه، وان شاء الله هتخرجي من هنا. انا خايفه يسجنوني يا عمر، انا بريئه ما عملتش حاجه. في حد ورا الموضوع ده، والله العظيم مظلومه. عارف ومتاكد انك مظلومه بريئه يا نوسه. جاز الاسبوع اللي جاي هخرجك من هنا، يعني هخرجك من هنا. ربنا معانا ان شاء الله. محامي طمنوك؟ طبعا طمنوني وقالوا ان في امل كبير باذن الله. انت مش مطمن يا عمر؟ يعني انا ممكن اتسجن واقف نظر الناس حراميه؟ ليه؟ انا بتعمل فيها كده ليه؟ عملت ايه عشان يتعمل فيها كل ده؟ ايه ده يا نوسه؟ ايه ده؟ عشان خاطري انا هعمل كل حاجه عشان تخرجي من هنا. خايفه يا عمر، خايفه قوي. اوعى تسيبني، انا ما عملتش حاجه، انا مظلومه، انا خايفه قوي يا عمر. أنا خايفة أتسجن، خايفة أتسجن يا ربي. أنا عملت إيه يا ربي عشان يتعمل فيا كل ده؟ ما عملتش حاجة. ما تخافيش يا نوسة، ما تخافيش، مش هسيبك، مش هسيبك، وإن شاء الله هتخرجي من هنا وهنتجوز وهنعمل بيت وهيبقى عندنا عيال وكل حاجة. أنا خايفة. وبعدين هتعمل إيه يا عمر؟ مش عارف يا منى، مش عارف. أنا مش مصدقة إن بابا يعمل حاجة زي دي. هي دي طريقته في حب ولاده. أنهي حب ده؟ ده زي ما يكون بينتقم مننا. أنتِ مشكلتك أهون بكتير من مشكلتي.
انت ممكن تتجوزي مجدي عادي جدا باي شكل من الاشكال وياخدك وتعيشوا بعيد، او حتى بعد الانتخابات ممكن او بابا يوافق على الجوازه دي. لكن المشكله عندي انا، في واحده بريئه تدخل السجن وحياتها تتبهدل وتبوظ من غير ما تكون عملت اي ذنب غير انها حبتني وحبتها. انا بحبها يا منى، بحبها قوي. هتفضل تشيل وتبقى كده في نفسك؟ هتجنن يا جمالات، بعد الشر عليك من الجنان. كل ما اقعد مع نفسي وافكر اقول لي انا السبب. انت السبب في ايه بس؟ في اللي حصل لنوسة. انا لولا دخلت السجن وتاخرنا على مرضي السيد ما كناش اتحوجنا وحطينا خيمتنا في ارض الراجل الباشمهندس ده، ولا كان شافها ولا عارفها، وكان زماننا عايشين زي الاول واحسن كمان. في الاخر اخوك اللي يستاهل ضرب الجزمه. ولا تستاهل ضرب الجزمه ولا الشبشب، انت ذنبك ايه؟ الله، مغسل وضام الجنه، احنا كنا عارفين هيحصل لنا كده. اخش جوه الاقي الراجل موت نفسه من العياط، اجي هنا الاقي دماغك هتشت منك، اعمل ايه؟ اموت نفسي انا بقى ولا اعمل ايه؟ بعد الشر عنك يا جمالات، انا اللي هيطير برج من عقلي الاربعه اللي اتهموها بالسرقه دول. ما كنتش البت دي بتلعب من ورانا بديلها؟ كلام ايه ده يا جمالات؟ ان كان نوسه كانت هتتجوز ابن اغنى راجل في البلد، الراجل اللي عنده فلوس تملى شادر زي اللي احنا قاعدين فيه ده، هتقوم تسرق؟ عندك حق، الموضوع ده فيه ان مين اللي طبخ الطبخه المسبكه دي واكلها لنا بالسم الهاري كده؟ عارفه يا جمالات يا اختي، لو الاربعه دول من بلد واحده كنت اقول لك عاملين عليها رباطيه، اما كل واحد من بلد اللي لم الشمع المغربي. صدق انا بفكر في ايه؟ بقول يمكن الباخ في الباشا هو اللي عمل الملعوب ده، وارجع اقول الله، طب لو الباشا عايز يعمل فيها المغرز ده فكان جاب اربعه من رجالته وقاموا بالليله دي، مش هيجيب من كل بلد واحد عشان يعمل الملعوب ده؟ يعني ايه؟ مش فاهم حاجه، انت بتساليني؟ انا عايزك تساعديني يا اختي. اساعدك ايه يا ابو فانيلا مقيحه؟ اذا كنت قلت لي ابن الباشا اللي عنده فلوس قد المكان ده ما قدرش يعمل لها حاجه، هتعمل لها انت؟ ايش ودك يا صعلوك بين الملوك؟ يعني نسيب نوسة؟ البيت تضيع من ايدينا يا جمالات؟ لا يا حبيبي تضيع منك انت، لكن مني انا لا، انا شغال انا وفرقتي. وبعدين البنت قالت لك بدل مره مليون مره، مش عاوزاك وابعد عني، انت اللي لازق لها لازقه بغيرها، اعمل لك ايه؟ مش عايز تسيبها، شوف غيرها يا اخويا. غير مين؟ غير نوسة؟ انا لاقي زي نوسة فين؟ احنا داخلين على ايام سودة، الطف بينا يا رب. صباح الخير يا شوشنا. يا صباح الخير، عايزة ايه يا وش الأذى؟ مش عايزة حاجة والله، إلهي ربنا ما يوقعك في دقيقة، إلهي أشوفك عميد بثلاث ضبابير، ويعني ربنا يوفقك بسرعة إن شاء الله، أشوف نوسة بس. ده أنتوا وين عليكم عايزين تحبسوني؟ لو سعادة المعاون يعرف يحبسني بدلها. الله، وإيه اللي هيخليه يعرف؟ أنت هتناديها لي أشوفها أأكلها وأمشي على طول، لا من شاف ولا من داري. بقول لك إيه، ريحي دماغك وجيب الأكل ده أنا وأديهولها. يا أخويا يا ريت كان ينفع، النبي ما بتاكل غير من إيدي، لازم أقعد أحيلها وأحننها لحد ما ترضى تاكل، ما أنت مش شايف النصيبة اللي هي فيها يا شاويش؟ خلاص أنديها لك، تقعدي معاها شوية وتخلصي على طول. ربنا يسترك يا ابن الحلال، إلهي ربنا يخليك ويخلي لك ولادك وتبقى عميد ست سبع تمن ضبابير كده أهوت. أشوفك زي ما أنت عاوز. شريف دي على السلامة. الله يسلمك. لك يا حبيبي. عامل إيه؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي. سبت الكل، وحشتيني. إزيك يا ماما؟ أنا الحمد لله بخير. وحشتوني وحشتوني جدا. قولي بقى ايه اخر اخبارك؟ اخر اخباري؟ اخبار ان انا اتنقلت. هما ايه حكايتهم معاك يا ابني؟ انت بدل ما تقولي له ايه حكايتهم معاك قولي له انت حكايتك ايه معاهم. يا بابا انت عارفني كويس، تفتكر ان انا اعمل حاجه غلط؟ ما هم عشان كده بينقلوك، لان وجودك معاهم بيسبب لهم مشاكل. اهو ده بقى اللي بيحصل بالظبط، وجودي معاهم هو اللي بيسبب لهم مشاكل. يا ابني يا حبيبي خلي بالك طويل في شغلك. انا اشوف الغلط قدامي وافق عليه؟ يعني اصهين يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انت كمان يا ابني مش هتصلح الكون يعني. بس المساله زادت عن حدها، واللعبه بقى على المكشوف، ويا اما بقى معاهم يا اما بقى طبعا شغلي ما عجبهمش ويقعدوا ينقلوا فيا كل شويه. انا بس هتجنن، هي الناس ليه ساكته لحد دلوقتي؟ يا شريف يا ابني الحياه صعبه، وكل واحد ملهي في لقمه عيشه. أنا مش عايزك تقف ضد التيار لأني خايف عليه،
ومش هقول لك امشي معاه، بس ما تبقاش ضدهم يا اخي. يعني ايه يعني؟ مش فاهم. سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، وانت كانك لا شفت ولا سمعت. ايوه يا ابني، كفايه شخططه اللي انت فيها دي بقى. ده يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده، انا مش ممكن اعمل كده طبعا. وبعدين هو انتوا فاكرين ان انا متضايق ان هم بينقلوني كل شويه؟ طب ايه رايكم بقى، انا مستعد اشتغل في اي حته هم يودوني فيها. ما اي حته انا بروحها هي برضه بلدي يا ماما. المره دي نقلوك فين يا ابني؟ مصلحه السجون. فين في مصلحه السجون؟ لسه بقى لما يوزعوني مش عارف لسه. انا خايف والله المره دي لا يكونوا ناويين يسجنوني بجد. بعد الشر عليك يا حبيبي. هي مصلحه السجون دي كويسه؟ لا اطمئني، هو كده بيشتغل في مكان بعيد، والناس اللي فيه كلهم محكوم عليهم، يعني لا محتاج واسطه ولا محسوبيات. تفتكر انا فعلا بدات اصدق ان الظلم في البلد دي بقى في كل مكان فيها؟ كل دي بقى من ايدي، مش قادر احط حاجه في بقي يا سلام. قلت لك دي بس والنبي عشان خاطري. يلا انت بتجيبي فلوس الاكل ده منين يا سلام؟ يا اختي ربك بيرزق. وبعدين بيني وبينك كده، كنت انا والواد مش شايلين قرشين عشان نتجوز بيهم. بس سيبك انت، مش خساره فيك يا نوسه. بقى الفلوس اللي هتتجوزي بيها يا سلام بتصرفيهم عليا؟ ده انا بيع عمري عشانك يا نوسه يا حبيبتي. المهم انت عامله ايه؟ زي ما انت شايفه مستنيه قضاء ربنا. ونعمه بالله يا حبيبتي، ان شاء الله ازمه وتعدي، وباذن الله هتخرجي من هنا قريب. وبكره تقولي عسليه ايه؟ يا رب ان شاء الله يا عسليه. عسليه؟ نعم يا كبيره. عمر انا عايزه اشوف بس كده من عينيا الاثنين. بس هشوف بقى غلاوه عمر عندك عامله ازاي لما تخلصي على الاكل ده كله. يلا والنبي. الله، ده انت بتحبيه بقى. واضح انك انت زعلان. معلوم الحل في ايدك. جالك كلامي وعرفت ان انا مظبوط. طبعا البنت دي انت ما بتحبهاش. بنت زي دي ما تستاهلش حبك، ولا تستاهل انك تضحي علشانها. انا خايفه يسجنوني يا عمر. انا بريئه ما عملتش حاجه. في حد ورا الموضوع ده؟ والله العظيم مظلومه. اوعى تسيبني، انا ما عملتش حاجه. المكنة اللي في عنبر 2 ما اشتغلتش ليه لحد دلوقتي يا عصفور؟ انت عارف سيادتك الباشمهندس عمر ومود المدير عامل ازاي؟ مزاجه مش ملوت؟ شوفوا اي مهندس تاني، يبقى هنوقف المصنع. هو يا فندم بيعرف ايه بقى؟ يعني انت عارف فاهم كويس قوي في المكنة دي بالذات. لو سمحت يا بابا، كنت عايز اتكلم مع حضرتك. روح شوف شغلك يا عصفور. حاضر، بعد اذنك. بعد اذنك يا باشمهندس. واقف ليه؟ ما تقعد. خير؟ عايزني في ايه؟ انا فكرت في الكلام اللي حضرتك قلت عليه. كلام ايه؟ انا مش فاكر. انا موافق اتجوز معاها. كويس، كويس قوي. معنى كده انك انت فكرت صح. بس انا ليه شرط. عايز تخرج البنت دي براءة، مش كده؟ مش هو ده كلام حضرتك؟ وانا تحت امرك وهنفذ لك كل طلباتك. يعني نوسه ممكن تخرج النهارده او بكره؟ لا،
تتجوز الاول تخرج موسى، ولا عايز نص تخرج تروح تتجوزها من ورايا؟ والله العظيم يا بابا اقسم بالله عامل ما تحلفش. تنفذ طلبي انفذ لك طلبك. قلت ايه؟ بلاش كلام كتير بقى يا حسين. يا سيدي الموضوع ده عايز قاعدة علشان اخد رأي البنت وامها. انا مش فاهم بس انت مستعجل على ايه؟ طيب اديني فرصة يومين كده وبعدين هرد عليك. خلاص يا سيدي هرد عليك النهاردة. مع السلامة. بتكلم مين؟ حسين الشواربي. طب وبتجيب سيرتي انا ومها ليه؟ يعني مش عارفة يا سميحة؟ يعني هو فتح معاك موضوع مها؟ امال احنا كنا بنقول ايه؟ طب وانت قلت له ايه؟ اللي انت سمعتيه ده. تطلبي مين يا مها؟ بكلم عمر وما بيردش. اطمني يا ستي بكره تشبعي معاه كلام. اشمعنى؟ هقول لك اشمعنى. عشان بابا كان بيكلم باباكي من شويه وبيترجاه انه يخطبك لعمر. بتتكلمي بجد يا مامي؟ والنبي بجد والنبي يا مامي. يا بنتي انتي بتتهمدي شويه، بطلي الجنان اللي انتي فيه ده. احنا لسه ما ردناش عليه على اعتبار يعني ان باباكي هياخد رايي انا وانتي. رايي ايه يا مامي؟ انا موافقه وحياه ربنا موافقه. غلط انك تقولي كده قدامهم. يا مامي ده انا كنت مستنيها اليوم دوت بفارغ الصبر. لازم تعمليك شخصيه وتتقالي شويه. المفروض لما نقولك خبر زي ده تقولي طب افكر. لازم هما يعرفوا كده. انا هعمل كل اللي حضرتك بتقولي عليه دوت، بس في الاخر اتجوز عمر. برافو عليكي. انا بعمل كل ده لمصلحتك. لازم هو يحس انك مش مدلوقه عليه عشان ما يتحكمش فيكي. شوف انا بعامل ابوك ازاي، رغم ان له شنه ورنه في البلد كلها، لكن يجي عندي وستوب يعمل لي مليون حساب. خلاص انا هعمل زيك كده بالظبط، بس لما اتجوز عمر. وبعدين بقى نبقى نتكلم في الكلام ده. مش بقول لك انك خايبه وهيلعب بيك الكوره؟ يا ريت يا ماما. يا ريت ايه؟ يلعب بيا الكوره بس يتجوزني. مفيش حد هيخليه هو وابوه يركبونا ويدلدلوا رجليهم غيرك انت. موافقه بس يتجوزني. الله، ايه اللي طلعك يا راجل؟ عاوز حاجه اعملها لك؟ عايز اشوف بنتي. بنتك دي ايه اللي عايز تشوفها؟ وريه بس يا بنوزة، انت مشوار زي ده ممكن يجيب اجلك. يعني ايه هنسيبها كده؟ وبيتنا ايه يا حبيبي ما عملناهوش؟ ادي الله وادي حكمته. خلاص يا جمالات اسكت. بقول لك يا بنوزة، بيني وبينك كده البنت النوزة فيها الطبع ده؟ ايديها طويله يعني؟ اخص عليك يا خربوش. انت بتقول كده على نوسة؟ دي نوسة اشرف من الشرف، وانت والناس كلها عارفين كده. ما ده اللي هيجنني، ده اللي هيجنني. بس الاربعه اتهموها اربع طنفار. ايوه اربعه، لو واحد كنا قلنا بيفتري عليها، لكن دول اربعه. اربعه يا بنوسة يا معلم كفته. والله لو الف بيتهموها. انا بنت مش هش الكلام ده. امال الباشمهندس عمر فين؟ تلاقيه متبري منها، بيقول لك حراميه اعمل بيها ايه؟ يعني ايه؟ اللي بيها كداب في اصل وشه اللي يقول كده. ايوه طبعا كداب، ده مقوم لها اتنين محاميين كبار قوي، كل واحد فيهم بياخد بالشيء الفلاني. اطمن يا عم حسن، ما تسمعش كلام العوازم، الباشمهندس مش مقصر في اي حاجه. ولو مش مصدقني يا عم حسن، انا ممكن اخدك معايا اللوسة وانت تسالها بنفسك. خدني معاك، خدني معاك. تروح معاها لفين؟ ما تلم نفسك يا بنت. ان كان ابوه ما كانش راضي يجوزها له وهي صح سليم، هيجوزها له دلوقتي وهي بقت سوابق. لسه ما بتردش عليك؟ لا يا ماما. يمكن نايمة. لما بتنام بتقفل الموبايل، لكن الموبايل مفتوح، يعني معنى كده اللي هي صح. طب انتوا آخر مرة كنتوا مع بعض، إيه اللي حصل؟ يعني حصل زي ما قلت لحضرتك قبل كده، إن رفضت إن أنا أتجوزها من ورا بابا. لا فدي عندك حق، أنا ما أحبش البنت اللي تتجوز من ورا أهلها. ما هو بصراحة ما كانش هو ده السبب. هو أنت عندك سبب تاني؟ طبعًا. يا ماما أنا مش قد حسين الشواربي، ده دخل البنت اللي كان أخوها عايز يتجوزها السجن. ما بالك انا بقى هيعمل معايا ايه لو عارف اني اتجوزت بنته ومن وراه؟ ده مش كان يدخلني السجن وبس، ده قليل ما كان سلط عليا ناس يقتلوني او حتى كانوا قدامي ورا الشمس. قلت لي علشان كده نزلت من نظرها. نزلت من نظرها ليه بقى؟ انا كنت فاكره ان خدتك الشهامه وقلت لها ان لو ليك اخت هتتجوز بالطريقه دي انك مش هتوافق. لا يا مجدي، كده عندها حق ما تعبركش. طب قولي لي حضرتك اعمل ايه عشان اصلح الغلط ده؟ اروح يعني اتجوزها من ورا ابوها ويجرى لي اللي يجرى لي؟
ولا المحافظ، اكيد لما يعرف ساعتها هيتحد مع ابوها وشوفي بقى ايه اللي هيحصل لي. انت مالك خايف كده ليه؟ هو انت ما عندكش ثقه في نفسك؟ انا لو في مكانك اتجوزها بالطريقه اللي هي عايزاه، وقبل كتب الكتاب اتصل بابوها واقول له ان انا هتجوز بنته. لو جه اهلا وسهلا، ولو ما جاش اهو خير وبركه. طب ايه رايك اعمل اللي انت بتقولي عليه ده؟ مش لما ترد عليك الاول. انا رايح الشركه، عايزه حاجه؟ لا يا حبيبي، ما قلتليش عملت ايه مع بابا. هتجوز مها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت سمعتيه ازاي؟ ده انا سبت مجدي اللي كنت بحبه عشان ما طلعش زيك، خاف من بابا وما رضيش يواجهه. انا كنت مستعد اواجه الدنيا كلها عشان خاطر نوسة، بس ده الحل الوحيد عشان ما تدخلش السجن. ذنبها هيفضل في رقبتي لان انا السبب. انا مش فاهمه حاجه. بابا هو ده اللي فقلها تهمه السرقه دي، وهو اللي يقدر يخرجها، عشان كده وافقت على الصفقه. هو يطلعها من القضيه وانا اتجوز مها. وهتعيش تتعذب طول عمرك؟ عذابي ارحم بكتير من ان اسيبها تدخل السجن، وكان في ايدي اني ساعدها. قد كده بتحبها يا عمر؟ يا ريت نلاقي حد يحبني زيك كده. شفت المهندس عمال يتحنجل ويتدجل ويجيب لها احسن محامين في البلد. انتوا عايزين اعمل ايه يعني يا جمالين؟ اروح اقابل محاميين اقول لهم ما تدفعوش عنها، ده قضيه خسرانه. أول مرة أعرف إن أخويا خربوش قابل وعبيته بالريالة، وأنا قلت لك أعمل كده يا ولد؟ أنت تروح على أبوه عدل تفهمه الليلة، تشوف الدنيا ماشية إزاي وتفهمه ترسع الضوء. وأبوه يعمل إيه يعني؟ ده يعمل ويعمل ويعمل. طب الوقت البنت لما تلاقيش حامين تدافع عنها وتتحبس ونرجع نقول يا ريت اللي كان ما حصلش. بقول لك إيه ولا يهمك، إحنا أول ما نعرف إن مفيش ولا محامي بيدافع عنها، ساعتها نجيب أحسن محامي في البلد وتبقى ضربة معالي. السلام عليكم. واضح إنك مش هتستلم شغلك الجديد النهارده. والله أنا هروح دلوقتي أقابل مدير مصلحة السجون، وهيقول لي بقى على السجن اللي أنا هروح فيه. أمان عليك يا شريف يا حبيبي، تتعامل مع الراجل بلطف وسياسة، وبلاش مشاكل مع حد. هو إيه الحكاية يا ماما؟ وأنت فاكراني ظابط مشاغب مع رؤسائه، ولا أنا غاوي أدور على مشاكل؟ بالعكس، أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بأدي واجبي على أكمل وجه. لو ده بقى بيضايقهم ده موضوع تاني بقى ماليش دعوه بيه. يا ابني والدتك تقصد يعني انك تبعد عن المشاكل، واديك شايف اهو الدنيا كلها ماشيه غلط. يعني هو في حد النهارده ماشي مظبوط؟ لا اطمنوا بقى المره دي، انا متاكد ان هم نقلوني مكان ما فيهوش مشاكل. شوف يا شريف، احنا خايفين عليك. يعني انا مثلا بدعي ربنا انه يمد في عمري لغايه ما اشوفك كده وزير داخليه، محافظ، او حتى مدير امن. ادعي لي انت بس ان انا اخلص خدمتي في البوليس على خير. الشغلات اللي انت بتتكلم عنها دي محجوزه للمحاسيب والمطبلاتيه، وانت عارف انا لا ده ولا ده. السلام عليكم. باي حبيبي. مع السلامه يا ابني وربنا لو هتتاخر كلمني في التليفون يا ابني. حاضر يا ماما. مع السلامه. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه يا ابني، ويهديك ويكفيك شر ولاد الحرام. انتوا مالكوش دعوه بالفرح، انا رتبت كل حاجه. انا مش عارفه انت مستعجل كده ليه، احنا لسه ما رتبناش امورنا. يا ست الفستان يجي دلوقتي والفرح يجهز في 24 ساعه. يا حسين، اصل انت مش عارف امها عايزه تعمل لها فرح شكله ايه. وانا هعمل لكم فرح ما اتعملش في تاريخ مصر كلها. احنا مش عايزينك تكلف الفرح لوحدك. لا اله الا الله. يا ستي انتوا زعلانين ليه؟ انا عايز اكلف نفسي. طب مين اللي هيغني في الفرح؟ هجيب لكم احسن مغنيين واحسن رقصات في مصر. طب والله لو عبد الوهاب وام كلثوم كانوا عايشين كنت جبتهم. خلاص بقى يا سميحه، يظهر انه عايز يفرح قوي. اه طبعا عايز افرح قوي يا اخي. العريس ابني والعروسه بنتي، هصرف على مين اذا ما صرفتش على دول؟ هاي خربوش، قابلت ابو البشمهندس؟ ما توفقتش في المشوار، رحت سالت عليه ما لقاش صريخ ابني يومين. عشان كده رجع وشك مدلدل، ما صرفتش ليه فالح. اللي حصل يا جمالات؟ بس راجع لك بخبر استاهل عليه بوسه. انا ببوسك يا ولا من غير اي حاجه، انت عارف انت اخويا وماليش غيرك في الدنيا دي كلها. بس بقول لك ايه، قول بسرعه عشان البنت حصلها والولا مشمش غاويين الصناطه عليا انا وانت. خلاص موضوع البنت نوسه خلاص بقى منها لينا على طول. يعني ايه؟ مش فاهم. الباء
باشمهندس بسلامته اتجوز. بجد؟ اه. مش بقول لك خبر على هواكي؟ ما كنتش تحلمي بيه يا جمالات. ايوه بس كده البنت لو فضلت في السجن هتروح من ايدينا، يبقى لا طولنا البلح الشام ولا عنب اليام. جرالك ايه يا جمالات؟ ما انت قلت اللي انت هتقومي لها محامي. حصل قلت، امال اسيب البنت تروح من ايدينا معاك كام يا واد؟ نعم يا اختي، ما انت قلت انك هتكفلي بكفه شيء. نعم يا خيا، اشمعنى دي اللي هتكفل بيها؟ ما كل حاجه بنعملها نص بالنص. بقول لك ايه، من الاخر اسف. شوفيها يا جمالات. قاعد لوحدك ليه وسايب؟ عايزه ايه يا ما؟ لا يا حبيبي انا مش عايزه، انا بس يعني كنت عايزاك تقعد معايا شويه. انت مش مبسوط ولا ايه؟ ده ازاي؟ ده انا هطقم الانبساط. هو في برضه عريس يبقى مبسوط وشكله مبوس كده في ليله دخلته؟ اهو يا ما اهو، ارتحتي؟ ايه الغلاسه دي يا عمر؟ انا كل ما اكلمك تعمل معايا كده. طب تيجي نشرب شامبانيا؟ ما بشربش خمره. طب ايه رايك لما نقوم نرقص شويه يا عمر؟ وانت ما شبعتيش رقص؟ ده انت من اول الفرح لاخره ما بطلتيش رقص. انا تعبان وطالع انام. عمر انت رايح فين وسايبني في ليله زي دي يا حبيبي؟ بقول لك ايه يا ماما، اطلع من دماغي السعاده، نامي يلا ورانا طياره الصبح. الحكم بعد المداوله، رفعت الجلسه. طمني يا موسى، ان شاء الله براءه. ان شاء الله يا حبيبتي براءه. امال عمر فين؟ عمر ده ايه اللي مفكري فيه؟ وهتلاقيه بس اتأخر في السكة شوية. هو مش عارف ميعاد الجلسة. أكيد عارف، بس هو اللي طنشك. على العموم يا حبيبتي الغايب حجته معايا. أبويا عامل إيه؟ موجود، أروح أجيبهولك؟ حبيبي يلا، خليه مرتاح. طب والله قلت له، قلت له خليك مستريح يا عم حازم. قال لي لا، صمم إن يجي، يعمل له إيه بقى؟ بص عليك يا عمر، أنا كان نفسي أشوفك. برضه هتقول له عمر؟ يا بنت خليك في اللي أنت فيه. الله جرائي يا نوسة، ما قلتلك يا حبيبتي الغيب حجته معاه، ما تشمتيش فيك الاعادي بقى. هما مين دول من الاعادي يا الدلعادي يا ملزقه انت؟ بتطبطي يا بنت وتلاقيها على مين؟ اللي على راسه بطحه يا ست جمالات. انا يا اختي اللي على راسي بطحه ولا تعويره؟ اتلم في يومك الاسود لغزك غزه اخش فيك تقبيل. الله جرائي يا جمالات. جرائي بقى تكلمك ليها؟ جرائي يا جمالات، تعالي في المحكمه. ما تقول لها هي اللي عماله بتلقح في الكلام. حقيقي تال جمالات اختي ما قصرتش، لفت ودارت لغايه ما لقيت لك احسن محامي. ليه؟ هما المحاميين اللي جايين النهارده دول جايين يعملوا ايه؟ يتعايقوا ولا يمثلوا في السيمة؟ تكون في علمك يا نوسة يا حبيبتي، المحامين اللي جم النهارده دول في الجلسه جاي مش هتلاقي ولا محامي منهم. ليه ان شاء الله؟ ما قبضوش ولا ما قبضوش؟ لا حبيب القلب فلسه، سي عمر اتجوز وطار. لا ما صدقهوش يا نوسة، انت بتكذب، انت بتقول اي حاجه يا بنت. يا حبيبتي يا نوسة والله انا كنت خايفه عليك، انا ياما قلتلك بلاش تتعلقي في الحبال الدايبه، ما سمعتيش كلامي، كنت بحبك وخايفه عليكي. يلا حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمله فيك اللي اسمه عمر ده. لكن كل اللي بيقولوا لك اخويا خربوش كلمه كله مظبوط. طب هو خربوش عارف منين؟ ما هو راح له وعرف كل حاجه. رحت له وقلت اقفش منه قرشين عشان مصاريف القضيه، عرفت ان هو اتجوز وسافر مع عروسته يقضي شهر العسل. انت كذاب، انت بتكذب يا خربوش، كذاب. جرايه يا بنت، خربوش ما بيكذبش. لا ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. بس يا بنت انت كمان ما تشيليش همي يا نوسه ولا يهمك يا حبيبتي،
انا ممكن اصرف عليكي من جنيه لمية. محكمة! حكمت المحكمة على المتهم شحاتة أبو سريع إبراهيم بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة على المتهمة سنية أبو نوار الدقروري بالحبس لمدة 2 سنين مع الشغل والنفاذ. حكمت المحكمة على المتهمة نوسة حسن محمود بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامها بالمصاريف. رفعت الجلسة. عمر يا حبيبي وحشتني. طمني عليك، عامل ايه انت ومها؟ نوسة؟ لا معرفش حاجة عنها، بس اكيد بابا هينفذ اللي انتوا اتفقتوا عليه. سيبك انت، قولي اخبار شهر العسل ايه ومها وانت؟ ايه يا عمر بتزعلي كده ليه؟ طيب خلاص هحاول اتقص لك كده وهطمنك. ماشي يا حبيبي، باي باي. ملاية ولا محفظة يا بس؟ ما بتردوش عليها ليه يا بس؟ ما يحكمش. ايه قطر داخل؟ عايزة ايه يا أمار أنت؟ ايه ده؟ أنت عارفة يا بنت أنت بتتكلمي مين يا بس؟ احترمي نفسك، هتكوني مين يعني؟ احترمي نفسك؟ سامعيني يا نسوان؟ سامعيني يا نسوان؟ البنت السنكوحة دي بتقول لي أنا احترمي نفسك. هتجيبيها يا فوزية. عايز يرقد جنبها.